انزل يا واد من على العربيه هتوسخالي. يا ماما انا شيل ابنك من العربيه. الله، انا كل يوم هزعق. يا حبيبتي معلش معلش، حقك عليا. قولي لي يا روحي. يا كوكي صباح الفل يا حبيبتي، يا نور عيني، يا قلبي، يا روحي. يختي 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 حبيبتي وروح قلبي. يبقى انت عايزه مني حاجه يا انجي؟ والله يا كوكي احلى حاجه فيكي يا روحي ان انت بتفهمي. والله العظيم في الحته دي بس طبعا. يا ريت الناس كلها والله زيك يا كوكي، بتوفري عليا مقدمات كتيره. يا ريت علي زيك. عايزه ايه يا انجي؟ ما تخلصيني. عايزه منك طلب صغنون قد كده اهو. يا ريت وانت جايه يا كوكي تعدي على اي مدرسه تقابلك في السكه، ها هتلاقي الناس اللي بيبيعوا دوم وحرنكش، وجنبهم الراجل ده اللي بيبيع دوت الازعر، عارفاه؟ سيبك منه خالص. خليك بقى مع بتوع الدوم والحرنكش. هاتيلي دوم وحرنكش وجنجوليز وحب العزيز. جنجوليز؟ ايوه جنجوليز بتاع ابيض كده. قولي له بس جنجوليز، ها، وحب العزيز. ده مين حبه ده؟ في ايه يا كوكي؟ حب ايه؟ حب البورس. هبقى اساله لما تجيبيه. لا، طالما انت رايحه الشغل ما تفوتي انت على المدرسه وهاتي الجنجليز بتاعك ده وعمو عزيز ومرات عزيز، وهاتي اللي نفسك فيه. لا والله يا كوكي انت مش عارفه، حالتي صعبه قوي. انت عارفه مع الحمل بتبقى رجلي بتسيب وبدوخ وبسورق. بصي يعني معلش معلش عشان خاطري. يعني حامل وبتتوحمي تروحي الشغل عادي، وعمو عزيز عمو عزيز ما تتعبلوش؟ معلش بقى معلش يا كوكي. وبعدين انا خايفه العيال وهي معديه كده ولا كده حد يديني خبطه في بطني تبقى خطر على النونو. يا اختي يا روح قلبي، النونو يا روحي. ايه يا كوكي انت بتدلعيني ولا بتدلعي النونو؟ يخلي 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 ليه كنت النونو يا اختي يا اختي يا اختي. والله انت حبيبتي حبيبتي يا كوكي. ما تنسيش بقى، بصي زودي معاكي والنبي قمعة حلاوة ونبوت الغفير. باي باي عسلية. ماما سيبيني انام عشان تعبانه. ماما قوم يا علي، قوم عشان انا عايزه افطر. ما تفطر يا ماما، حد حيشك؟ ما فيش حد يحضر لي الفطار. الطبيعي يا ماما ان الام بتحضر الفطار لابنها، مش شايفه ان ده وضع غريب شويه؟ ده كان زمان يا حبيبي وانت صغير، دلوقتي انت اللي تقوم تحضر لي الفطار. ثم ان ما فيش حد في البيت هنا عشان يحضره لي. ولادك راحوا المدرسه وانجي راحت الشغل. وانا تعبان وانا جعانه وانا مالي يا ماما؟ انت سايبه الشقه اللي عندك فوق ديت علشان خاطر تيجي تساعديني في طلبات ايجي، ولا عشان اساعدك انتوا الاثنين؟ الله، معقول يعني انت عايزني اسيبك هنا واطلع اقعد فوق عشان ترتاحي وارتاح انا شويه؟ ما يصحش يا علي، ثم ان ابو انجي. ماما مش قلنا نبطل شتيمه بقى لو سمحتي؟ يا ولد شتيمه ايه؟ انا عايزه اقول لك ان ابو انجي لما يجي هيتضايق جدا لما يلاقيني انا مش موجوده بساعد انجي في حملها. الحمد لله اهي جت من عند ربنا. قوم بقى عشان تفتح الباب. يعني لما قلتلكيش ان انا تعبان كنت عملتي ايه يا ماما؟ اقوم افتح الباب كمان؟ كنت هسيب اللي يرن يرن. يلا يلا حبيبي. بقول لك ايه بقول لك ايه ماما، انت بقيتي عنيفه فحت. ايوه ما انا بلعب كاراتيه في النادي دلوقتي. انت وانت بتفتح الباب تعدي على المطبخ وتحضر لي الفطار، فاهم ولا لا؟ صبرني يا رب. يلا